السلام عليكم بنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ونقول لكم عواشركم مبروكة ان شاء الله. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن احوال ان شاء الله، وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم البنات جيت باش غندير معكم واحد لاغوسيت ديال سابلي. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم ان شاء الله، ونبداو على بركة الله. عندي هنايا جوج بيضات، عندي هنايا كاس ديال دقيق الذرة، عندي هنايا كاس ديال سكر سنيدة، عندي هنايا نص كاس ديال السكر، يعني كاس ونص. عندي هنايا جوج ديال الفاني، وواحد ديال الخميرات، يعني خميرات الحلوة، يعني جوج فاني وواحد خميرات الحلوة. نبداو على بركة الله، نبداو بسم الله. عندي هنايا 350 غرام ديال الزبدة، غادي نضيف فوق منهم جوج بيضات، نزيدو البنات بيضة ثانية هكا، أو غادي نضيفو السكر ديالنا، ونديرو كلشي في دقة. كنوقي الكاس، عندي شوية فزق السكر ديالنا كله، وغادي ندير جوج ديال الفاني، ديال الفاني البنات سمحوا لي، جوج ديال الفاني سكر فاني. انا كتعجبني النكهه ديالو صراحه، كيجي النكهه ديالو زوينه كتعجبني. وهنا غادي سمحوا لي غادي نبدا نخدم بيدي نحصل على كريم. ولا البنات نبقاو نخدمو هكا حتى تولي لنا كريم، يعني حتى تطلق. انا بصراحه الزبده ما خرجتهاش بزاف، ما خرجتهاش قبل من الثلاجه، داكشي علاش شويه باقا قاصحه. المهم نخدمو على الطريقه حتى تتخلط كاع تولي كريم. هنا البنات من بعد ما ولات لنا كريم، بصراحه هذه راه السر ديالها باش تنجح لكم، ما خصكمش تدلكوها، يعني هذه تقدروا في الاول تخدموها، ولكن ملي ديروا لا فارين ملي ديروا الطحين ديالكم ما تحاولوا غير تجمعوها، ما تدلكوهاش، يعني ما تبقاوش كتدلكوا فيها بزاف، سينو غادي تجي لكم، يعني غادي تدوز غير واحد دو جوغ وتلقاوها كتولي قاصحة، كتولي بحال مزيتة. وهذا هو السر ديالها، خصكم ملي تكونوا كتصوبوها من الاول تعرفوا واش كديروا، يعني الزبدة والبيض والسكر يضربوا مزيان، ولكن ملي ديري دي في الطحين غير جمعيها. هنا غادي ندير انا السكر ديال ميزينا، السكر ديال ميزينا كيعطي واحد نعومة للسابلي ديالنا. غادي نضيف عليها هاد الخميره ديال الحلوه، فوالا. هنا غادي نبدا نخلط بشويه، وغادي نبدا نضيف. هو على فكره بالنسبه للطحين كيبقى كل وحده وشحال كيقدر يدخل لها ديال الفارين ديال الطحين في السابلي ديالها، يعني ما عندوش واحد، يعني قياسك في راسك وصافي، ما تقدريش تحكمي في لاباط. انا البنات الطحين راني ديجا غربلتو باش هكا ما يديرناش داك الحبيبات، دوك نحركو بحال هكا، ما تجيش قاصحه وما تجيش جريعه. عاوتاني الا كانت قاصحه بزاف عاوتاني حتى هذا راه مشكل، الا جبتوها قاصحه بحال شكل، يعني بحال شكل الكاطو ديال البوق، هذا راه مشكل، يعني هذيك خصها تبقى منخوفه. تبقى غير كي تبدا تشد راسها شويه صافي،
طلع زوينه، البنات كتجينا فايته مجرباها. داكشي علاش راني دابا كنقول لكم بلي بصراحه جربتها وهي الطحين مدلوك، وجربتها هكا خرجت لي الطريقه ديال هكا غير كتخلطي الطحين هكا غير بحركه كيدخل فيها، يعني كيتميلونجا معاها كتجي زوينه. ولكن الا بقيتي كدلكيها راه كتجي ماشي زوينه. يعني هذه التجربه. نتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتتبعوه حتى الاخر. شوفوا معايا كي غادي تجي الصابلي ديالنا هاد النهار. بصراحه كتقدر هاد لاباط ديال الصابلي تقدر ديريها بزاف ديال تقدر ديري بها بزاف ديال الاشكال، ماشي خاصه غير شكل واحد. دابا البنات جاتنا على هذا الشكل بحال هكا كما كتشوفوا معايا. شوفوها راه ديجا مازال خفيفه. دابا لما جمعتها يعني ما دلكت ما حتى شي حاجه، حاولت غير نجمعها هكا بحال شكل ديال الحرشه. البنات دابا هي هذه كما كتشوفوا معايا، يعني راه خفيفه. هذه هي لاباط ديال صابلي ديالي. دابا غنديرها في واحد البلاستيك وغادي ندخلها للثلاجه، يعني غادي ندخلها للثلاجه مده 3 سوايع. نخليها في الثلاجه وديك الساعه غادي نرجع نبدا نخدم فيها. يعني دابا بحكم يعني راها فيها الزبده، بغيتها باش هذاك الزبده تشد راسها وجينا ساهله الاستعمال ديالها ما تعذبناش حيت بحكم خفيفه. فوالا البلاستيك مع الحال سخون شويه اليوم وراها بدات الزبده كتذوب. المهم كندير لها بحال هكا، نسد عليها البنات بحال هكا كما راكم تشوفوا معايا، وغادي ندخلها للثلاجه. غادي نرجعوا من بعد 3 سوايع باش نشوفوا كيفاش غادي تجينا. البنات انا وليت معكم لاباط ديالنا بعد ما درناها، انا بصراحه خليتها داز 2.5 سوايع، ودابا غادي نجبدها باش غادي نبداو نصوبو في الكاطو ديالنا اللي هو يا صابلي. جاتنا بحال هكا بصراحه صحت لنا شويه بعدا حيت فيها داك الزبده. نص غادي نحتفظ به في البلاستيك، نص غادي نبدا نخدم به. فوالا دابا البنات درت واحد شويه ديال الطحين هكا باش نطلقها ما نكثروش بزاف، ندري واحد شويه هكا صافي فاش نطلقوها. وغندو على بركه الله نطلقو في الصابلي ديالنا. انا بصراحه ما عنديش البلاستيك، كما ندير هاد البلاستيك هكا باش ما باش تطلق مزيان، كان بصراحه ما عنديش. هذا علاش غنكتفي غير بشويه ديال الطحين. كتقطع من حيت فراجيل. ولا البنات اضطريت باش ندير البلاستيك من حيت ضروري، درت غير البلاستيك ديال الكونجيلاتور هكا باش نقدر. دابا غادي نبدا في التقطاع هكا كما راكم كتشوفوا معايا، ونجي ماشا من بعد. غادي نجيب هذا ونديرو هكا نحطو، هذا هو اللي غادي يبقى نتقبو به في الوسط. فوالا هكا، وغادي نبداو نهزو غير بشويه حيت بصراحه فراجيل بزاف. هكا نحيدو لها هذه ونخليو غير هذه ونحطوها
في البلاطو ديالنا. لاباط خفيفه بزاف داكشي علاش. غادي ندير لها غير هكا كما تشوف معايا تجي زوينه. وغادي ندير يعني نص متقوب هكا ونص ولا تقيب باش هكا غادي نلصقو من بعد وحده مع وحده. شوف كي غادي تجي في الاخر. ها البنات كتجي دير بحال نجيمه. وغادي نبدا ماشي حتى نكمل هكا البنات. نجي ماشي كنرشم يعني ونحط هكا ونتكا ونهز يدي كما راكم تشوفوا. صراحه كتجي فتيه بزاف كتجي فتيه وزوينه. ولكن السر ديالها كما قلت لكم هي تخليو لاباط ديالها خفيفه. الا قصحتوها راه غادي تدوز لكم غير شي ما تلقاوها يبست يعني ما غاديش تعطل وتلقاوها يبست. ولا هكا غادي ندير دابا نديو البلاستيك حيت انا لقيت ضروري من البلاستيك هي اللي كتعاون كما كتشوفوا كتجي زوينه. وغادي نجي مشى حتى في الغلط في الغلط ديالها البنات انتما كتشوفوا يعني ما كتجيش غليظه ما كتجيش رقيقه بزاف. ولا البنات نبقاو نتمشاو بهذه الطريقه بحال هكا ديرهم كلشي بحال هكا هكا. ونهز هذه زائد نحيدها خلي غير هذوك هاد البنات. من بعد ما حيدت هاد الزائد قليل هادو دابا هادو ساهلين غادي نهزهم نحطهم في البلاطو ديالي غير هكا. فوالا جاوني ساهلين. على فكرة هاد الحلوة راه قديمة راه مش شحال هادي لكن اي حاجة اللي قديمة راه رجعت اليوم لامود رجعت اليوم كتمشى. الحلوة ديال اللي درت في الليل ولا البنات انا وليت معكم من بعد ما كملت الحلوة ديالي هي هذه. انا بديت دابا كنصوبها كما راكم كتشوفوا معايا هنا يعني كنلصق وحده مع وحده بالشيكولا. من بعد يعني انا كندير بحال هكا وكندير الشيكولا في الوسط وكنلصق ومن بعد غادي ندير لها انا كندير لها بحال هكا يعني هكا كندخل فيها لداخل الشيكولا. انا كندير فيها لا مارك ديال الشيكولا هذه يعني شيكولا هكا الشيكولا ديال الماكله بلا ما نقول الاسم ديالها. المهم وكنلصق هكا هكا كنلصقها حتى نكملهم حتى نكمل هادشي اللي باقي لي هنا وغادي نوليو باش نديرو لها الشكل النهائي. دابا البنات غادي نبدا نهز الكاطو ديالي هكا غادي نغطسو الشيكولا ونديرو في نوت كوكو نديرو هكا من حيت الشيكولا سخونه. انا دايرها في حمام ريم لكن هي فاتت ليا حمام ريم ما بغيتش تهز بزاف. المهم كتجي بهذه الطريقه هكا كما راكم تشوفوا معايا هكا نص مغطس في الشيكولا ونص لا. دابا غادي نديرو في نوت كوكو. كتجي البنات على فكره كتجي زوينه بزاف 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 كتجيني بحال هكا. نسي ماكسيموم تهز لي فوالا هو هذا. وغادي نبدا هكا وانا ماشى حتى نكمل الكاطو ديالي كامل بهذه الطريقه هكا.
صافي غير نفضها باللي من الاحسن هكا. وغادي نحطها في النواد كوكو هكا هكا كما راكم تشوفوا معايا، ونحطها في الطبسيل ونبقى ماشى على الطريقة بحال هكا. هكا بس هكا ندير هكا فوالا. هذا هو الشكل كيفاش كيجي، كتجي بحال هكا، كتجي زوينة. الطريقة نخدمهم كلهم، نمشي ندوز عليهم هكا حتى نكمل الحلوة ديالي. ما كطلبش الوقت بزاف باش تنشفوا البنات، حيت انا الشوكولا ما رانيش كثرت لها، درت لها شويه ديال درت لها شويه ديال الزبده ودرت شويه ديال الحليب هكا باش ما تجيناش عاوتاني قاصحه، من حيت انا راني دايره الشوكولا ديال الكاطو، يعني الا درناها بحال هكاك راه غادي تولي بحال الحديد الا ما درنا لهاش الا ما زدنا ضفنا لها شي حاجه اخرى، الا ما درفنا لها شي حاجه اخرى غادي تجينا قاصحه بزاف. هذا علاش خصنا نزيدو لها الحليب، انا زدت لها الحليب وزدت لها الزبده باش تعطي داك مذاق زوين. نستمر بهذه الطريقه هكا حتى نكملهم كاملين. ولا البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه اللي راني درت ديال صابلي، هذا هو يا الشكل النهائي كما راكم تشوفوا. هذه درت فيها الكاوكاو والكوفيتير ديال الفريز، وهذه درت حتى هي نفس الشكل ملي درت الكوفيتير ديال الفريز ودرت نواد كوكو، وهذه الشيكولا ونواد كوكو، وهذه خلطتهم درت الكوفيتير ديال الفريز بيان سور، ودرت مع الجناب كما راكم تشوفوا معايا، درت مع الجنيبات نواد كوكو، ودرت من هنا من فوق الكاوكاو. كتجي على الطريقه هكا وكيجي زوينين، كتجي فتيه. نتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، كنتمنى تعجبكم هذه الطريقه، ونقول لكم عيد مبارك سعيد، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. وما تنساو ما تنساونيش معكم في اللايكات وهكا باش تعاونوني بالتشجيعات ديالكم، ونشكركم ونشكر كاع البنات اللي مشاركين معايا وخوتي الاولاد. نتمنى لكم ان شاء الله عيد مبارك سعيد، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.